بطولات كتيرة جدا كابتن عمرو، زي ما كابتن عادل بيتكلم التحضير للمستقبل. لكن قبل ما نروح للمستقبل، عايز اخد رأيك في كلام طبعا الكابتن عادل على مستوى شخصية كولر نفسه وانعكاسه على اداء اللاعبين، واخد كمان رأيك في مباراة حرس الحدود امبارح والفوز بثلاثية نظيفة. بص يا كابتن هاني، اول حاجة كولر من اول لما جه التعرف على لعيبة النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي، هو يعرف لعيبة النادي الاهلي بامكانياته. الروتيشن اللي احنا شفناه وكان تملي في كل المؤتمرات بيتكلمه هو الراجل بيغير ليه، صحيح، لغاية ما وصل لحاجة معينة ابتدى كل واحد فيهم يعرف هدف الراجل. هدف الراجل عنده طموح انه يوصل لبطولة واثنين وثلاثة واللعيبة تحقق له اللي مطلوب. اما اشتغل من اول غلطة هو غلطها في مباراة سان داونز، تراجع لكل الافكار وابتدى يتعايش مع اللي قاله الكابتن عادل، الاسلوب المصري والفكر المصري وصل لغايه ايه؟ ان النادي الاهلي مجرد انك كسبت الجماهير بتطلب منك الماتش اللي بعديه، خلاص حققت بطوله بيقول لك البطوله اللي بعدها، مش نسي البطوله الاولانيه ان هي لسه زي ما بيقولوا لسه طريه ولسه موجوده انك تقدر تعيش في فرحتها ونشوتها، لا بيقول لك فكر. الراجل قبل ما يسافر هو عمل محاضره ليهم قبل ما يسافر من مصر هنا، ان الفتره الراحه دي الفترات الراحه اللي انا بديها لكم ايجابيه، انا عندي بطوله لسه ما انتهتش، مش هغلط غلطات موسيماني قبل كده، انا كنت بفكر في افريقيا بس وهسيب النقاط الموجوده للدوري العام كل مباراه على حده وحسب المكسب، لا هو راجل بيحقق لنفسه تارجت، انا مطلوب مني ان انا اكسب، طموحاتي ان النادي الاهلي من الانديه اللي عندها طموح ان ياخد كل البطولات ويحققها، وانا ده كمان هدفي ان انا احقق ده، فاحنا الاثنين لنا هدف سمته واحده اللي هو التتويج. وهو موجود في مباراه الوداد حقق اللي هو عايزه من مصر. سفر هنا وهو مسافر من هنا فكر لكل لعيب انت رايح كسبان، سيبك من الهدف اللي جه، بس هم الطعم اللي ده للمدير الفني بتاع الوداد فان نادبروك، الفكره ان انا هدف واحد ينهي المباراه، وهو ده اللي وصل لهم الشوطين الكاملين اللي اتلعبوا في مباراه الوداد، ما حققش ان انا لو دخل فيها هدف يغير لي موازين اللعب. صحيح. وهو ده اللي اشتغل عليه بفكره محمد عبد المنعم اللعبه والربط ما بينه وبين علي معلول العرضه القريبه واحرز منها الهدف، اربك حسابات فرقه الوداد بالكامل ودخلهم في فكر ان الراجل تخلى عن دفاعاته وابتدى يطلع مثلا زي امين فرحان فرويد يخلي الحته دي تقدر الشوط الثاني تجيب جون واثنين وثلاثه، مع انك ما حققتش ده هنا في القاهره وكان في ثغرات كتيره قوي في المباراه انك خلاص فقدت توازنك وشتت لك ذهنك في الفكر اللي انت بتنفذ فيه. صحيح. الراجل من مصر قال لهم هناخد الاجازه الايجابيه، عيش فرحتك مع اهلك مع حبايبك مع اصحابك، بس في نفس الوقت لسه في هدف اسمه مباريات الدوري العام وكاس مصر، بناخد كل ملف على الحده، حققنا الملف الاولاني وهي البطوله ال11 للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت الدوري العام اللي احنا مفنشين قبل ما نلعب ماتش الوداد احنا اول تعليق الدوري في موجود في الجدول، فانت اللي جاي منك مش مطلوب منك غير بعد مباراه ليها بطوله غير اداء ونتيجه وسيطره واسلوب داخل الملعب. صحيح. وده اللي عمله في مباراه الحرس، مباراه الحرس عمل روتيشن لمجموعه من اللعيبه. اول مره كولر يغير طريقه لعبه، يبدا بدايه المباراه ضاغط ويلعب 2 4 3 1. بقى مدي جنب لخالد مع قفشه وطاهر وجنب مع السوليه وعبد القادر وعلي معلول. اشتغل من ده. اول ما احرز هدف بس وابتدى الحرس يجريب نفس المواصفات ويروح على مرمى الشناوي، غير طريقه اللعب الشوط الثاني وحولها بوجود ديانج بعد غياره مع عمرو السوليه ل 2 3 4 1. الحته الهجوميه اللي تحت الفرود اللي هو كان شريف وبعدين تاو احرز منها هدفين وكان ممكن يحرز ارتقى الرابع والخامس.